صباح الخير من جديد. فقرتنا للتغذية اليوم أكيد مع ربا مشربش رح نتحدث فيها عن المعتقدات الشائعة سواء الصحيحة أو الخاطئة بمجال تخفيف الوزن. صباح الخير ربا. صباح الخير كيف مايس. حالك؟ كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. وأنت بألف خير. وأنت بخير. كان تسلمي. حلو كتير. أكلتي معمول ولا أكيد مسكتي حالك؟ لا 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 أكلتنا. أكلتي؟ أوكي طيب يلا صحتين. طيب إذن زي ما حكينا اليوم رح نتحدث عن معتقدات شائعة بمجال تخفيف الوزن. صح. الناس بشكل عام تتداولها وظلت يمكن بمجرد إنه إحنا عم نسمعها سواء من الأصدقاء من الأهل ضلينا إحنا مفكرين أنه ممكن تكون صحيحة بس ممكن تكون أيضا خاطئة. والمشكلة كمان من هاي المعتقدات اللي رح نحكيها لأني من الأشياء اللي بتكرر أسمعها وبتضلك تكرر تسمعيها وأنا بحب كتير دائما نكرر على تصحيح المعلومة الصح. بالضبط. طيب خلينا نبلش هلأ بالمعتقدات اللي إحنا دائما نسمعها ويا أما أنت رح تصحيها أو رح تفنديها. هلأ في بعض الأشخاص بيقولوا أنه بنسمع إحنا دائما أنه الفواكه مفيدة. صح. بس معروفة أنه الفواكه زي ما دائما بتقولوا أنه الفواكه معروف أنه فيها سكر. هلأ بيقولوا أنه الفواكه فيها سكر بس كمان الشوكولاتة فيها سكر. فبدال ما نأكل فواكه بنأكل شوكولاتة اللي إحنا الإشي اللي بنحبه. صح. فإيش بتصحي بهذا الموضوع؟ هلأ هذا صح. هذا كتير شائع. مثلا الناس بقول لك أنا عندي تفاح موز. تفاح والموز يعني نيجي نحكي بالآخر هي سكريات نشويات. ولما نيجي نقارنها بدنا نأكل مثلا إحنا سكر أو شوكولاتة بقدر أستبدل وهيك معنا بأخذ يعني بصفي زي كأنها طريقة عد سعرات حرارية. هلا هذا خطأ. إحنا بالرجيم ما بنعمل عد لسعرات حرارية. إحنا أكيد بنحسب السعرات الحرارية. يعني واحد مثلاً بده 2000 سعرة منقلل له شوي عشان يصير في عنا فقدان للوزن. ولكن لما نيجي نقارن التفاحة بالشوكولاتة مش بس عنا فقط سكريات. هلا السكريات الموجودة بالتفاحة غير عن الشوكولاتة. أول إشي هون في عنا سكر السكريات البسيطة سهلة الامتصاص بشكل كتير كبير. بترفع نسبة السكر في الدم بشكل سريع وفقط. مع دهون. لا يوجد أي فوائد غذائية تانية. عندنا هون بالتفاح أو بالخضرة أو بالفواكه التانية في عندنا السكريات نوعين من السكريات. في سكر السكروز الفركتوز. هدول السكريات الموجودة بالفواكه امتصاصها ما بكون سريع زي السكر هداك. غير هيك احنا عم ناخد فوائد تانية أكتر موجودة. كل المواد المضادة للأكسدة. في عندنا الفيتامينات والمعادن الضرورية لإنتاج الطاقة. يعني في عندنا مثلا زي فيتامين سي. في عندنا بعض الفيتامينات زي فيتامين بي 6. في عندنا الفيتامينات الثانيه المهمه لانها تنتج مواد بسيطه في الجسم ضروريه لحدوث التفاعلات الكيميائيه عشان يصير عندنا انتاج للطاقه. هلا هاي كلها احنا بنفتقدها بالشوكولاته بالكذا. فبصفي عندك انت عندك خلل بعمليه انتاج الطاقه وبعمليه مثلا تكسير الدهون لانه انت عم بنقصك بعض الفيتامينات والمعادن المهمه اللي مش موجوده بالحلويات. نعم. فلما نيجي احنا نلغي 3-4 حبات فاكهه او حبتين فاكهه نستبدلها بالشوكولاته والحلويات فهذا مش هو الحل. احنا فقط عم ناخذ سكر غير انه هون عم ناخذ الياف المهمه جدا في تنظيم ارتفاع نسبه السكر في الدم وبرضه تحاول تقلل من امتصاص الكوليسترول والدهون. أوكي. فهي ما بدنا نقارن انه فقط سعرات حراريه. هاي طريقه كتير غلط في اتباع الرجيم. يعني هو مش عد السعرات الحراريه لانه في فائده غذائيه موجوده اكيد بالفواكه. طب بدي اسالك على التفاحه. صحيح انه التفاحه باليوم تحمي الصحة وإلى آخره. يعني هو بالتحديد التفاح. لا هو مش بس بالتحديد التفاح هو بالفواكه الثانية. بس التفاح ليش غني؟ أول إشي الألياف الموجود فيه الذائبة وغير ذائبة. وكتير علاقتها لأمراض السكري والكوليسترول والدهنيات. فعشان هيك عم نحكي غير إنه بتساعد على تنظيف الأسنان في كتير فوائد ثانية موجودة. أوكي. يعني يفضل إنه تفاحة باليوم. احيانا مثلا ما بيكون في عنا نوع ثاني من الفواكه بس التفاح دائما بيكون موجود متواجد. فيفضل انه يكون في تفاح. هلا احنا من ناحيه الصحه الغذائيه بنقسم الفواكه الانواع. يعني في مثلا الفواكه اللي هي من انواع التوت. هلا احنا بالاردن كثير عنا اللي هو الفراوله من نفس الفئه. ولكن لما يكون ينزل موسم التوت هيك انا دائما والكرز من الفواكه الموسميه. الفواكه لونها برتقاني وبنفسجي واحمر هدول اللي هي التوت وفراوله وكرز هدول نستغل هم اعلى استغلال. يعني حتى الفواكه بفضل نقسمها. مثلا في عندك التفاح والموز بفئه، في عندك انواع التوت والكرز بفئه ثانيه. يعني يفضل يكون في تنويع لانه هذيك في ماده الانثوساينين ماده مضاده للاكسده عاليه جدا.
شوي بتكون فوائدها اكثر من انواع فوائد ثانيه، فمش نركز على نوع واحد، ان يكون في عندنا تنويع. تنويع اوكي. طيب هلا خلينا نحكي، بما نحكي عن الفواكه خلينا نحكي عن موضوع الخضار. في كثير ناس لما يخضعوا للحميات الغذائيه بيحاولوا انه يحرموا حالهم من كثير اشياء، وبيقولوا انه برضه الخضار فيها سعرات حراريه فبرضه احنا بنحرم حالنا منها خلال الحميه الغذائيه. فهل هذا الشيء صحيح؟ هو اكيد مش صحيح. صح الموضوع اكيد مش صحيح. بس الخضار انا دائما بسمع انه الخضار كلوا قد ما بدكم خضار. هذا الشيء صح كمان؟ هلا هاي حتى سمعتها في حدا بقولها انه اجت يعني عم تعمل رجيم وبتقول لي الخضار انا ما بحبها مش قادره اكلها، الغي لي اياها يعني ما بحبها. ما هو لما احنا نقسم السعرات الحراريه ولما نيجي احنا نوزع على المجموعات لازم يطلع من المجموعات الغذائيه اللي هي الخضار. زي الفوائد الموجوده بالفواكه عندنا الالياف المي، بس الخضار بيميزها ايش ما اكلتي. يعني مرات لما بدك تاكلي 3 4 خسات كاملين ما بوصلوا ال 100 سعره حراريه، فتخيلي قد ايه انت رح تشبعي، قد ايه رح يقلل من الشعور بالشبع. الرجيم الخالي من الخضار والفواكه والعناصر الغذائيه هاي قد ايه بيؤدي للشعور بالجوع، وبرضه ما بيؤدي لتقليل الشهيه اللي بتكون كثير كبيره لما احنا نلغي هاي الخضار والفواكه وهي العناصر الغذائيه المهمه بالجسم. اوكي. يعني الناس بيقدروا ياكلوا قد ما بدهم من الخضار؟ إيه؟ عاده لانه اصلا لما تيجي تحكي لهم كل قد ما بدك قد ما اكل، ما هو راح كثير يشبع. الخضار كثير بتشبع لانه الالياف مع المي بتشبع. يعني بتشبع بالمعده، فخاصه قبل الوجبه راح تحسي حالك مليانه، فهي طريقه من الطرق اللي لازم نحن دائما نتبعها عشان نحافظ على وزننا. طيب هلا في دايت انعرف وصار موضه لفتره بس انا هلا مش كثير عم بسمع عنه، بس نشوف اذا هذا الشيء صح ولا لا، اللي هو الديتوكس دايت. صح. الديتوكس دايت نعرف اول شيء عنه، وبيقولوا انه هو بيساعد على ازاله السموم من الجسم. فعارفين اول شيء ايش هو الديتوكس دايت؟ هلا ديتوكس دايت كثير بنسمع، بتفتحي على الانترنت بتلاقي انواع رجيم مختلفه بالديتوكس دايت. طلعت زي نوع من الادعاءات انا بحكي، ولكن ما في اي اثبات علمي. هلا ديتوكس كثير في انواع منها، في منها بيعتمد على مشروبات من الخضار والفواكه، في منها بيعتمد على الغاء الاطعمه المصنعه واستهلاك كميات كبيره من الخضار والفواكه، نقلل نشويات، يعني في كثير انواع. هلا كلها بتحكي انه هذا بيساعد انه الجسم يتخلص من السموم. هلا اللي بدي احكي انه جسمنا احنا يعني مهيئ، في عندنا الكبد، في عندنا الكلى، هاي كلها وظيفتها انه نتخلص من السموم الموجوده في الجسم. هلا الشيء اللي منيح فيهم انه خاصه للاشخاص اللي مش متعودين ياكلوا خضره وفواكه، فلما يبدوا ياخذوا خضره وفواكه بحسوا براحه، يعني بقول لك معدتي مرتاحه، انا مرتاح يعني متاقلم. هلا هذا شيء كثير منيح، ولكن النظام الغذائي الصحي اللي دائما احنا بندعي له كاخصائيين تغذيه، هلا كانت زمان نحكي نسبه النشويات لازم تكون تقريبا 55 ل 60، هلا الجديد عم نحكي حتى توصل ل 70%. لما نحكي نشويات ما عم نحكي فقط على خبز، بنحكي على حبوب، على بقوليات، على خضار، على الفواكه طبعا. فاحنا اصلا نظامنا المفروض ناكله رح يهيئ الجسم، ما رح يعمل اي مشاكل. واحنا بالنظام الغذائي الصحي بنحافظ على الكلى والكبد انه ما تعاني من اي مشاكل. ولكن الديتوكس مشكلته قليل جدا بالسعرات الحراريه، ممكن يصير في عندنا نقص بالحديد، بالزنك، بانواع من البروتين، ممكن مرات يكون في نقص في الطاقه، فهو مش طريق او مش حياه او مش نظام غذائي تعيشي فيه لحياتك. الشيء المفيد منه انه عم بيدخل خضار وفواكه ومي، ممكن الاشخاص ما بيكونوا بيشربوها قبل، بس بنفس الوقت احنا بدنا البروتينات وبدنا كل العناصر الغذائيه الثانيه المهمه للجسم. بالضبط. بس اذا احنا بنتبع نظام غذائي صحي اللي احنا دائما بنحكي عنه، اللي هو بيعتمد على تقريبا 55 لحتى 70 بنوصل منه من النشويات الصحيه، وبرضه في عندنا البروتين والدهون بكميات محدده، احنا اصلا رح نحافظ على الكلى والكبد هيك اكثر. بس انا مشكله الاشخاص انهم لما ياخذوا كميات كبيره من البروتين والكميات كبيره من الدهون اكيد رح بصير في عندنا ارهاق للكلى. صح. طيب بدي اسالك كمان سؤال، احنا شوي هيك داركنا الوقت لانه في عندنا مواضيع كثيره ممكن نكمل المرات الجاي، بس في كمان بدي هيك احكي لك يمكن من تجارب شخصيه لكثير ناس بعرفهم. في بعض الاشخاص بيقعدوا يوم مثلا يوم بالسنه خلينا نقول، او يوم كل 4 5 اشهر بياكلوا بس شوربه الملفوف. هذا الشيء صح؟ بيقولوا انه برضه الملفوف، شوربه الملفوف انه ناكلها لحالها لطول اليوم او نشربها لحالها لطول اليوم بتساعد على التخلص من السموم الجسم؟ برضه خاطئ جدا. خاطئ. زي ما حتى لو يوم واحد، هلا اذا اتبعتي ما رح يصير في شيء. هلا الخطوره الاكبر اذا عدتي عليها فتره طويله، ولكن يوم ما رح كثير ياثر. ولكن بنرجع بنحكي انه ما في شيء بيتخلص من السموم، في نظام غذائي برهق
الجزء الفعال بالجسم الكبد والكلى اللي هي لها وظيفة في التخلص من السموم. النظام الغذائي الخطير جدا، الناس اللي بيشربوا كحول بياخذوا دهون، هذا أكيد رح يرهق، ولكن لما نتبع نظام غذائي صحي زي ما بنحكي دائما إحنا بفقرات التغذية بالعكس رح تحافظي عليهم وما في داعي لإشي نظام يتخلص أو يسيل السموم من الجسم. بالضبط. أوكي. طيب السؤال الأخير عن السكر والنشويات، كنت قبل شوي عم تقولي عن أهمية النشويات بشكل عام والكربوهيدرات. في بعض الناس بيقولوا إنه يفضل إنه ما نأخذ السكر والنشويات لأنه بيعمل على رفع هرمون الإنسولين، وأيضا يعني السكر والنشويات بتعمل على تركيز الدهون بالجسم. هلا شوفي، في من الحكي اللي حكيتيه صح وغلط. هلا كتير بسمعها دائما إنه السكر والنشويات عبارة عن سكريات، بيرتفع نسبة الجلوكوز بالدم. لما يرتفع الجلوكوز بالدم بنفرز هرمون اسمه الإنسولين. هلا الإنسولين شو وظيفته؟ يأخذ هذا السكر يوديه للعضلات لإنتاج الطاقة طبعاً، بوديه كمان للدماغ لأنه المصدر الأساسي للطاقة، وبرضه بوديه للخلايا الدهنية. هذا إشي معروف، ولكن هذا ما بيعني إنه إحنا كل النشويات اللي بناخدها والسكريات هالإنسولين دغري رح يأخدها ويوديها للخلايا الدهنية. هلا هذا جزء من الأشياء اللي بعملها الإنسولين، ولكن لما بكون دائماً لما نتبع نظام غذائي صحي ضمن السعرات الحرارية المعتدلة في عنا توازن ما بين عملية تخزين الدهون وحرق الدهون اللي هم نسميهم إحنا لايبوجينيسيس ولايبوليسيس بالجسم، اللي هو استخدام هاي الدهون للطاقة أو تخزين الدهون، لأن الدهون مهمة للجسم، في لها كتير فوائد بالجسم. صح. ولكن في عنا توازن. الإنسولين أو النشويات ما بتأدي لتخزين الدهون ويؤدي السمنة إلا إذا كانت مبالغ فيها، إلا إذا بكميات كبيرة. صح. في كتير ناس مخدين هذا الجزء العلمي من الموضوع أن الإنسولين بيخزن دهون ومعتمدينه للحميات اللي هي مثلا خالية من النشويات. النشويات بس إحنا دائما بنحكي عن النشويات الصحية. أوكي. يعني مثلا خبز أسمر، ما ناخد بس مثلا هي السكر والحلو كله عبارة عن سكريات نشويات. إحنا بنحكي عن نشويات من حبوب، في أنواع حبوب بقوليات موجودة ندخلها أكثر بالنظام الغذائي. طيب روبا أنا بدي أتشكرك، شكرا لك. في عنا كمان كتير معتقدات سائدة، يمكن مرات الجاي بل كل الأسبوع الجاي منكملها إن شاء الله. طيب روبا بدي أتشكرك، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي.